تمام. ايه بقى الفرق بين الطفل اللي عنده توحد والفرق بين الطفل اللي عنده تأخر لغوي؟ الأم تعرف منين؟ في علامات، أهم علامة منهم هو التواصل البصري. طفل التوحد ما بيتواصلش بصريا، استحالة يتواصل بصريا، حتى لو جت عينه في عين الأم النظرة ما بتستغرقش ثواني وبيودي وشه الناحية التانية. بعكس طفل التأخر اللغوي، لا، التأخر اللغوي بيجذبك بعينه وبيلعب معاكي، بيحاول هو كمان اللي يبصلك ويلغيكي بعينيه. ده أول فرق، ده أهم أصلا فرق. تاني فرق هو اللغة. التوحد، طفل التوحدي غير اكترهم غير ناطقين، يعني ما بيتكلموش، بعكس الطفل اللي عنده تاخر لغوي. لا، الطفل اللي عنده تاخر لغوي بيقول كلمه، بيقول كلمتين، بيطلع اصوات. تالت فرق، وبرده دي من اهم الفروقات بين التاخر اللغوي وبين التوحد، الاشاره. طفل التوحد لا يمكن يشاور، يعني هو لو عايز الحاجه مش هياخد ايد مامته ويشاور لها على الحاجه، لا، هو مش هيشاور، هو هياخد مامته عند الحاجه وهي تفهم هو عايز ايه، هيفضل يعيط ويفضل يصرخ وانت فاهمه انا عايز ايه. لا، طفل التأخر اللغوي لا، هياخد مامته عند الحاجة اللي هو عايزها وهيشاور لها عليه، أنا عايز دي، بالإشارة. رابع حاجة وهي التقليد. طفل التوحد ما بيقلدش، لا إيماءات وجه ولا ضحك، ولا بيفهم في لغة الجسد ولا في العواطف. طفل التأخر اللغوي لا، تلاقيه فاهمك لو انت قعدتي جنبه بتعيطي هيفهم ان انت بتعيطي، عكس طفل التوحد بيقلد حركات الوجه، بيقلد الإيماءات. خامس حاجة وهي التفاعل الاجتماعي. طفل التوحد ما بيتفاعلش اجتماعيا لا مع الأم ولا مع المحيطين بيه. طفل التوحد عايش في عالم لوحده، ما بيتفاعلش مهما الأم نادت عليه، مهما كلمته ما بينتبهش ليها. طفل ولو شاف أطفال، يعني لو في مول أو في حديقة شاف أطفال، لا، هيخاف منهم. طفل التوحد هيخاف منهم، بعكس طفل التأخر اللغوي. طفل التوحد هينكمش جنب مامته ويفضل يعمل حركات نمطية تكرارية زي الهز، زي الرفرفة، عكس طفل التأخر اللغوي، لا، هتلاقيه لو شاف أطفال في مكان، لا، هيلعب معاهم، هيندمج مع الأطفال. دي أهم الفروقات اللي ممكن بيها الأم تعرف الابن في مشكلة ولا لا.